محمد داز من حدا واحد الحانوت جذب الانتباه ديالو، حيت غيمشيو والديه للبحر اقترحوا عليه باش يشريو ليه المثلجات وقرعه ديال الماء. واو النهار في البحر داز زوين. من اللي بغاو يمشيو محمد بلا ما يفكر رمى الخاوي والقرعه ديال الماء في الرمله. ما عرفتش شنو غادي يكون المسار ديالهم. بطبيعه الحال غادي يوصلوا لقاع البحر. من بعد هاد النهار الزوين محمد دغيا داه النعاس وبدا كيحلم. بدا كيحلم باللي باباه صيد واحد الحوته وماماه بدات كتوجد الحوته للعائله، ولكن الحلم ديالو تحول لكابوس. حس براسو غلط من اللي رمى الخاوي في البحر. المره الجايه غادي يرميه بكل وعي، غيرمي الخاوي في صناديق اذا اعاده تدوير اللي حدا البحر.